السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم مع لقاء جديد وآية جديدة وحكاية جديدة وإن شاء الله تكون مفيدة كمان. النهاردة الآية اللي معانا آية طيبة جدا، وهي آية من سورة النساء، بيقول فيها رب العالمين سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. طبعا معنى الآية مرعب ومخيف كمان، لأن معناها ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، يعني اللي هيعاند أوامر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من بعد ما عرف الحق من الباطل والصح من الغلط، عمل ده وهو قاصد وهو متعمد، ربنا سبحانه وتعالى هيسيبه لاختياره. أنت اخترت بمزاجك وأنت اخترت وأنت عارف، هيسيبك لاختياراتك، بس ما تزعلش من الجزاء اللي هيبقى عليك في الآخرة، لأنه آخرة ده كله إيه؟ جهنم والعياذ بالله. نسأل الله أن يدخلنا جميعا جنته. طيب الآية دي إيه حكايتها؟ الآية دي مرتبطة بحكاية واحد من زمان اسمه طعمة ابن أبيرق. طعمة ابن أبيرق ده كان عايش على الإسلام مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، لكنه سرق. طبعا احنا عارفين حد السرقة في الإسلام قطع اليد، فلما خاف على نفسه من يده تقطع وإنه يتحد الحد الشرعي، قام هرب من المدينة وارتد عن الإسلام ولحق بإيه؟ ولحق بكفار مكة. بس هو لما راح لمكة هو نفس المشكلة اللي عنده، المشكلة الأخلاقية بتاعت السرقة موجودة فيه برضه. فراح هناك، قام راح داخل بيت واحد من بني سليم من اهل مكه، هد بيته، يعني هد حته في بيته كده، خرم او نقب الدار. فهو بينقب الدار عشان يسرق منها حاجه، وقع عليه حجر، لا عرف يخرج ولا عرف يدخل، وفضل دايس عليه الحجر لغايه الصبح، او ماسكينه الصبح وقاموا واخدينه علشان يموتوه. بقى انت جاي لنا من المدينه واحنا قويناك وحميناك تقوم تسرقنا؟ فاخذوه ليقتلوه. فالناس قالوا ايه بعضهم لبعض؟ قالوا يا اخوانا ما ينفعش كده، هتضربوه وتموتوه، هو جاي اصلا يحتمي بيكم، لا ما حدش يموته، خلاص سيبوه. فعفوا عنه، قالوا بس احنا هنعفو عنه بس بشرط يمشي من البلد. فقاموا حطوه في قافله رايحه الشام، قافله تجاريه ماشيه على الشام، قالوا انت تركب معاهم وما تقعدش في البلد دي. وهو ماشي مع القافله، قعدت القافله تريح في حته، قام سرق هدومهم وسرق متاعهم وطلع يجري. خدوا بالهم، طلعوا يجروا وراه، لحقوه، قعدوا يضربوا فيه بالحجاره لغايه ما الحجاره دي نفسها بقت هي القبر بتاعه، ومات على كده. اللي انا عايز اقوله لحضراتكم، وده اللي احنا بنعول عليه، انه انا عايز حضراتكم ترجعوا الايات شويه، يعني 10 ايات تقريبا قبل كده، متعلقه بطعمه برضه، بس بالاحداث اللي سرق فيها في المدينه. هو سرق من مين يا ترى؟ وسرق ايه؟ وازاي كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحكم في المساله دي؟ وربنا سبحانه وتعالى قال للناس احنا معتمدين على ان انتوا ترجعوا. يا رب نكون افدناكم بالقصه، وتكون الايه كمان علمتنا.